اخوانا الكرام، لو عندكم طابعة كانون بيكزما انك تانك ابو خزان وانت تبغى تشبكها مع جوالك، كيف تطبعها من الايفون او جوال سامسونج او اي جوال اخر؟ اليوم انا اشرح لك الطريقه بالفيديو هذه، خليه يشوف الفيديو كامل. مفروض اطلع الشبكه حق الطابعة هذه بطلع في الجوال قائمه اللاسلكيه، بس ما بطلعها. كيف تعمل تمكين لاسلكيه مباشر؟ تضغط الزر هذا دايركت، اوكي، تطلع علامات الجوال على الشاشه وانتظر لين يجي اوقف اللمبه ويجي ثابت هذا هنا واحد، تطلع الشبكه حق التابع هذه هنا بالقائمه اللاسلكيه، تمام. دخل هنا الرمز، تضغط الزر اي، اتبع معك صفحات المعلومات حق الشبكه، تطلع معك الرمز ودخل الرمز هنا. بعد ما دخل الرمز تضغط هنا اتصال، انتظر لين يجي متصل التابع. بعد ما عمل اتصال يا اخوان لازم يكون عندك موجود تطبيق كانون برنت، وان طريق تطبيق هذه تعطي امر الطباعة، طريقة سهل جدا. التطبيق كانون برنت تلقاها بالجوجل بلاي او الاب ستور. لو في سؤال اخر اسال في تحت التعليقات. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.